شكرا شكرا للأخ عدنان المطوع. متحدث التالي الدكتور فيصل مسلم، تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه أجمعين. شكرا للأخ الرئيس، وأيضا أشكر الأخوة الأفاضل في اللجنة على جهدهم وعلى معاجلتهم في بحث هذا الموضوع الهام، وأشكر الأخوة المقدمين لطرح هذا الموضوع، وإن كان لابد من إشارة فهي إشارة أيضا لدور الدكتور جمعان الحربش اللي اليوم يغيب بسبب مرضه لتبني مثل هذا الموضوع واستعجاله. الأخ الرئيس، أنا أذكر من أول يوم نجحنا لتمثيل الناس في هذا المجلس حملنا آلام الناس في هذه النقطة تحديدا، والكل يعلم أن بيوت التركيب هي معاناة ليس بعدها معاناة، وموجودة في عدة مناطق. وقد أعتب على بعض الأخوة قبل قليل نسوا يشيرون لخيطان، فنطالبهم الآن بالإشارة. لكن بالأخير الأخ الرئيس، هي مشكلة مواطنين في كل مناطق الكويت، هي مشكلة كويتيين في كل مكان، ما ينبغي أن تكون. لذلك آلام الناس نقلناها بأن هذه بيوت لا يصح أن توزع على الناس ثم يقال لهم تحملوا ثم يجلب لهم الألم إلى داخل بيوتهم. أقول لك شلون الأخ الرئيس، الحكومة المفترض تحل مشاكل الناس، وأنا أتكلم عن حكومة كهيئة سياسية تدير بلد مهيمن على مصالح الدولة. الحكومة في بيوت التركيب باقت الناس، لما وزعت بيوت التركيب كان المفترض مساحة البيت 600، قسموا البيت، البيوت الخرسانية قسموها إلى قسمين وعطوا كل واحد 295 بيت. حكومة باقت الناس وحشرتهم متر 295 متر، ثم حشرتهم كويتيين أبناء بلد الناس يوزع عليها في ذاك الوقت 71 على 1000 متر وعلى 750 وعلى 600، وهم يعطون 295 متر ويحشرون في وسطها. تبي الحكومات المتلاحقة أن تصحح هذه السرقة للناس؟ لا، مع الأسف بعد الحشر وطنوا على الناس في بعض المناطق وخص مثل الخيطان وغيرها العمالة العازبة بمئات الألوف، معاناة في الداخل ومعاناة في الخارج. يذهبون إلى البلدية اليوم مبنية بيوت بال71، يذهبون إلى البلدية كتب تكتب لهم خطر عليكم أن تنهار البيوت على رؤوسكم، أيعقل هذا؟ لذلك تصدي الأخوة الأفاضل في اللجنة مقدر ومشكور، لكن عليكم دور أن تواصلون. الأخ الرئيس، أنا أقول لوزير الإسكان يا شعيب المويزري، يا حكومة، ما يعقل اليوم أن العزاب يستوطنون وسط الكويت في كل مناطق الكويت وتبي توزعون على أهل الكويت بالحدود. ثمنوا من هالوفرة المالية لا تبوقونها أو تسمحون ببوقتها، ثمنوا المناطق بوسط الكويت وأعيدوا توزيعها على أهل الكويت وشبابها. لذلك أنا أرى أن الحل هو شكرا دكتور فيصل مسلم.